بركة في أم محمد. يلا يا أم محمد قولي يا أم محمد. ألو. أيوة. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايزة أتكلم معاك شوية شيخ. يعني قولي. إحنا تعبانين جوا من حماتنا. أهو. يعني تعبانة في حياتنا خالص. قولي يا أختي. فعايزة أقول لك يعني. قولي. يعني بيحصل منها حاجات. قولي. مش لها حصر. قول. أنتوا مش شرقية؟ أه. أهو كده اللهجة باينة. أه. طيب قولي. دعاوي ابتدى علينا. هي ابتدى عليكم؟ اه. ليه عايزه منكم ايه؟ وتحقد علينا. وعايزه منكم ايه الاول ليه؟ عشان هقول لك ابنها. قول. كان من النوع اللي بيديها كل حاجه يا شيخ. طيب. اللي هو جوزي. ايوه. يعني كل حاجه فلوس اي حامل. والرز والرز والبطايه اللي انت مربياها عشان تطبخها. اه وبعدين. أي. كان كل حاجه مديها لهم. أيوة. مرتبه كان يقبض ويروح يديها لهم. طيب. فلوسه كلها محولها لهم. كلها يحولها؟ والله زي ما بقول لك. طب وانتوا تاكلوا ايه؟ والله كنا بنعيش باقل القليل. يعني برضه بيديكوا اهو. بس حاجات بسيطه خالص. طيب حاجات بسيطه. بس كانت بتكفيكوا يا ام محمد؟ لا عيشه يعني عيشه زي انا بص انا ممكن اعيش في اي مستوى. شاطره. فاحنا دلوقتي يعني. أيوة. ربنا كرمنا شويه الحمد لله. فهو بيديهم برضه بس هي مش عايزه كده. ده هي عايزه كل حاجه. كل شيء. كل حاجه. كل حاجه. ايوه ما تسيبلكوش حاجه خالص. اه. ايوه الله كريم. اتغار منا كان انا ضرتها. يا لهوي. يتجوز عليا. ليه؟ شوف لما تدعي ان هو يتجوز عليا. عشان تزعلك بس بتضحك معاك. لا ما بعيد عني. انت تضحك معاك عشان انت بس تشوفك كده وتقول لها طب معلش ياما. ما يهنيني على لقمه. وتديها سمكات وعلى الشراج وبموتوا في السمك. هي عايزاك تروحي فابوس. يهنيني على لقمه اكلها. يا بنت اسمعي كلام. ده بس استنى. حاضر. وسلفتي قاعده معاها في البيت. اه سلفتك اخرى. اه دي قاعده معاها. اه. بنتها جوزها متوفي. ايوه. هي قاعده معاهم. ايوه. شوف يكيدوا فيها ويلقحوا عليها. ايوه. وعزلها لروحها في قلب البيت. ايوه. ويفضلوا يعني عمايل. انا مش يعني بقول لك عمايل مش عارفه ايه ده. ايوه. يعني مش حد يتحملها المشكله. أه. بتبقى كبيره يا شيخ بالنسبه لنا. قوي قوي قوي. كبير يعني كبيره بالنسبه لنا. ايوه. وبعدين جو بعدين اولادها دول مهما كان تضحك عليهم. ايوه. يعني بطريقه تعمل هي طيبه وهي مش طيبه خالص. طب اسالك سؤال بقى يا ام محمد. اه. انت عندك عيال؟ اه عندي اربعه. استني عندك ولاد ذكوره رجاله يعني؟ اه. طب هسالك سؤال لله. أوه. لو كبر عيل من عيالك واتجوز. اه. تحبي يديكي ولا يقطع عنك الميه والكهرباء ويدي كل حاجه لمرته؟ لا انا احبه لو اني محتاجه ماشي يديني. اه. بس اني مش محتاجه مش ده بتطلب يا شيخ. بس بالراحه يا ام محمد. احنا بنتكلم يا ام محمد. نعم. عشان انت بتجاوبي دلوقتي باللي انت عايزه تسمعيه مني. اه. انا وانا بقوله الكلام ده دين والله. اللي أوه. بتقوليه ده اقسم بالله دين. اه. ما دام انت مش محتاجه ما تاخديش من ابنك حاجه. اه. خليه يبني نفسه ومراته وبيته. أوه. ايوه لو انا محتاجه. استني بالراحه بس الدنيا كلها هتتصلح يا ام يعني محمد دلوقتي. محتاجة. يا ام محمد. يا ام محمد. أوه. الدنيا كلها هتتصلح. انا سمعت منك يا اختي كلمتين. اه. الكلمه الاولانيه ان الراجل كان بيحول يعني كان مسافر جوزك. كان شغله. كان بيشتغل. شغل. استني بس ماشي يعني بيشتغل وبيحول لامه. وسمعت منك الكلمه الثانيه ان ربنا. استني بس يا ابو محمد. يا ابو محمد انا سمعتك اهوت وانت قلت لي اسمعني. بقول لك حاجه على رد فعلهم هم لابنهم اللي عاملينهم ده كله. آه. عارف في الاخر يقولوا ايه؟ عمل لنا حاجه. يقولوا لك عمل لنا حاجه. ابوه يقول مش اداني 10 جنيه في ايدي. ايوه. يعني فضحوه مع انه راجل معروف وراجل. أيوه. له قيمه. ايوه. وفضحوه. طيب. واتكلموا في حقه. طيب. ويقولوا مش بدينا. شوف انا تعبانه. انا عارف هو يعمل كده. انا عارف هو ده الرد. انا عارف بس انا سمعت منك يا ام محمد حاجه مهمه برضه. اه. قلت ان ربنا كرمكم دلوقتي. اه الحمد لله. استني بقى يا ام محمد. مش ممكن نتفق انا وانتي على ان اكرامه لامه كان سبب في ربنا كرمكم دلوقتي يا اختي؟ لا بس مش لا برضه يعني الواحد لما يكرم امه ويجي ربنا يكرمه. انت يا ام محمد هتقولي ده ربنا كرمه من باب تاني ولا ربنا كرمه عشان اكرم امه؟
ماشي، ما انا مش بقول هو مش يكذب. طب امال ايه بقى يا ام محمد؟ طب صلي على النبي بس. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انا عايز اقول لك على حاجه، عشان الكلام ده كله هيخليكي لا تربي العيال وهيوديك المستشفى وانت عارفه، ومحدش هيزوركي ولا يسال فيكي، وهتبقى وجعتك مطينه بطين. لا، فوقي لنفسك واعرفي ان ربنا كرمك اهو، وانك انت ما تتبعيش الاخبار النكد وتشيلي همك على هم سلفتك، عشان انت عارفه انت صعبانه عليك سلفتك ليه، وغرمتي مكالمه التلفزيون عشان تعملي جبهه انت وهي ضد حماتك. اصل انا واعي قوي، انت عايزه تعملي جيش منك ومن سلفتك اللي جوزها ميت ومش سايبينها في حالها وبيجرفوها عشان هي تحبك، وتعملوا انتوا الاثنين جيش ضد حماتك. احنا مش عايزين حد ضد حد، احنا عايزين ناكل كلنا في طبق واحد. وانت ربنا كرمك وقعدت لوحدك، وان سلفتك قاعده معاها، قولي لها احمدي ربنا واشكري حماتك علشان خاطر انت عايشه في دروتها وفي حماها وبتاكل لقمتها، وكلكم تتجمعوا يا اختي على لقمه. هي حماتك قصدها تروحي فاجوس وجيب 2 كيلو من السمك الحلو اللي جنب السكه الحديد اللي هناك بتاعت جنب الشجره كده، في ستات بيقعدوا بيبيعوا سمك ما حصلش في تاريخ مصر. انت تجيب السمكات دي وتقولها كلي يا حماتي، هتيجي مزرغتالك بدل ما تقول لك الهي يتجوز عليكي. هي بتقول لك الهي يتجوز عليكي عشان انت تزعلي لانها مزعلاكي، وكل الكلام ده كله كلام فاضي. يحكمنا ربنا واقول كلمه لكل الناس، النفقه تكون واجبه على الابن اذا احتاج الوالدان. الوالدان، وانا مش حملي من ذكر الكلام ده لان ده جدول ضرب الدين، 2 × 4 = 8 × 5 = 10. الوالدان اذا افتقرا فالنفقة واجبة على اولادهم، اما اذا لم يفتقرا وكان في حال غنى او حال كفاية فلا شيء شرعا على الابن ولا على الابنة الا المواد كيس فاكهة، حتة سمكية زي انا ما قلت، الملبن ده عجبني جبته البتاع ما اعرفش ايه، الجوافة البلدي لسه طالعة انا قلت بابا ماما يدوق منها واغسلها واقدمها لهم، عندهم معاشات ومستقرين ومش ناقصين. انما اكل الاولاد ده ظلم زي اكل اموال الناس بالباطل. اكل الاموال بمعنى بهذه الطريقه ان انا اشرف ريق ابني وريق مراته وفي بني ادم، يعني في النهارده حاجه جايه وجعاني الفجر، رساله الفجر وجعاني، واحد بيقول انا وامي واولادي وانتي خدامه، واحد يقول لمراته كلمه زي دي، في رب قال دي خدامه؟ بلغه خدامه وست دي ستك وتاج راسك وراس اللي جابوك، عشان لولاها ما كنتش اتقال لك يا بابا. واللي جابت العيال اغلى من العيال لو انت بتفهم، لان هي اصل والعيال فرع. احنا نايلنا الدنيا بنيله، صحيح الحياه ممكن تستحيل بين الازواج وممكن الطلاق يحصل والاولاد لا يطلقون، عشان هيروحوا فين؟ دول دمك وحته منك، والائمه قالوا كده اللي احنا بنلعنهم دلوقتي وبنفرج عليهم امه لا اله الا الله. الائمه كلهم قالوا كده، قالوا إنما ينفق الأب على أبنائه لأنهم قطعة منه فهو ينفق على نفسه. أمهم بقى ممكن الحياة تستحيل، ممكن، بس حتى لو جت تطلق هتطلق بكرامة وبحقوق تاخدها وبنبل، أو تسريح بإحسان، مش تسريح بكزة وضرب وتهديد واللي تقدر عليه تاخده. لا، تاخد كل حقوقها في نظير حاجة واحدة بس، إنك دخلت عليها خلفت أو ما خلفتش. إحنا ايه عملية العزاء؟ اكلمكم النهارده على ثم ماذا بعد الموت. موضوع مهم جدا، لان كان جالي سؤال قبل الهوا بيقول احنا لما دفننا فلان لينا قريب متوفى من سنتين دخلنا لقناه زي ما هو. فانا رديت وقلت ما هو في كلام في الفقه ما حدش بيقراه، والكلام اللي في الفقه ده بيؤكده الطب والدواء والعلم والعقل اللي مش عايزينه يشتغل. الفقهاء يقولوا ممكن أن تبقى الجثة كما هي مدة طويلة من الزمن إذا لم يتغير هواء المقبرة. يعني إيه؟ يعني لو دفنا واحد وقفلنا عليه، الهواء اللي جوه المقبرة ما بيتجددش. ما دفناش حد تاني بعد شهر بعد شهرين وفتحنا التربة فالهواء الجديد دخل، لا،
الهواء اللي جوه زي ما هو، فتفضل الجثة كما هي مدة طويلة من الزمن. الكلام ده قالوه فقهاؤنا، أنا أونو أونو اللي احنا عايزين نرجمهم بالحجارة وبنسمي كتبهم زبالة. بمناسبة أنا قلت لكم المرة اللي فاتت إن في زبالات وإسرائيليات وحاجات وحشة جدا في كتب التراث تتشال؟ لا. ليه بقى؟ اللي أنا ما جاوبتش عنه بسرعة أجاوب عنه دلوقتي. لأن الحاجات الوحشة اللي في كتب التراث بتخلي عقول الأجيال تشتغل. يعني احنا لو شلنا كل الإسرائيليات وكل الحاجات الضعيفة اللي موجودة في كتب التراث وخليناها كلها قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد.